تحياتي لكم، السلام عليكم. السؤال اليوم، هل الصيام كويس لصحة البشرة ونضارة البشرة والتخفيف من التجعدات؟ طبعا الإجابة نعم، أكيد 100% مضمونة. وهذا اللي بنلاحظه في العشرة الأواخر من شهر رمضان، إنه البشرة بتتفتح، إنه البشرة بصير فيها نضارة، إنه بصير في عنا شعاع جاي من وجهنا بسبب النضارة اللي موجودة في البشرة. فالصيام نتيجته فعالة للحفاظ وللمساعدة على تجديد كل خلايا الجسم، ومن بينها الخلايا الجلد. خلايا الجلد اللي هي بتتكون من الكولاجين في البداية، بتتكون من من أوعية دموية بتوصل للمنطق للجلد عشان تعطيه الأكسجين والمواد الغذائية، وبتكون من الخلايا هذه كلها اللي عن طريق الصيام والجوع وعدم أخذ المشروبات أو الطعام، هذه الخلايا الميتة أو الضعيفة في الجلد كلها بيصير إعادة تدوير لإلها. يعني الجسم عن طريق الصيام بأخذ هالخلايا الضعيفة، هالخلايا اللي مش عاملة شغلها بالطريقة الصحيحة، وبيستغلها لإنتاج الطاقة. فهيك نظفنا الخلايا الميتة، يعني جددنا من التجعدات، جددنا من الخلايا، عملنا نظارة للجلد. الشغلة الثانية انه احنا مدام نمتنع عن الشرب والاكل، اذا هالسموم هذه اللي متراكمة في جسمنا كله بدون استثناء، السموم اللي بتتاخد على شكل سكريات، على شكل ادوية، على شكل مواد مصنعة، على شكل هواء ملوث، على شكل كريمات بنحطها على الجلد والله اعلم شو قصتها وشو نوعيتها، كل هذه سموم بتتراكم، تتراكم على الاعضاء الداخليه، اذا بتتراكم في الرئتين بصير فيها انسداد وحساسيه في الرئه وعدم وصول الاكسجين، وهي خراب بيوت، اذا بتتراكم في القولون بصير فيها قولون عصبي واحتقانات في القولون، اذا بتتراكم في الاوعيه الدمويه بتسبب لنا تجلطات، الى اذا بتتراكم في الرجلين بتسبب لنا نقرس ومشاكل وانتفاخات وتغير في الاعصاب في الرجلين. ففي هاي الحاله الصيام حيمنع من هذه السموم وحيخفف منها، وفي النتيجه هذا حيعطي نظاره. نظاره البشره في البدايه نظاره داخليه، نظاره داخليه يعني مسؤول عنها الدم وقوة الدم والعناصر اللي موجودة في الدم مسؤول عنها، نظافة القولون وصحة القولون وعدم وجود تقرحات وعدم وجود ترشحات وانسدادات في القولون اللي نقدر نمتص كل المواد الغذائية اللي بدنا إياها لصحة البشرة، ومسؤول عنها كمان بدرجة أولى الجهاز التنفسي لإدخال الأكسجين بكمية كبيرة وإخراج الأكبر السموم اللي موجودة في جسمنا اللي هي ثاني أكسيد الكربون. ثاني أكسيد الكربون ما بيطلع إلا عن طريق بالأساس التنفس، فهنا بتيجي أهمية التنفس، مش بس في إعطاء أكسجين وإزالة للشموم اللي هي حتكون مكثفة. مكثف الحرق بيكون مكثف في رمضان، بيكون حرق داخلي، حرق داخلي معناته بدنا أكسجين، حرق داخلي معناته بدنا تنفس، بدنا حركة. عشان نستغل الموضوع بشكل صح، يعني هو الصيام أجا وأجت معه بعض الشغلات المكملة. الشغلات المكملة للصيام اللي بتساعد في أخذ فعالية خصوصا للبشرة، أول شيء الصلاة. الصلاة 5 مرات في اليوم معناها حركة متواصلة، حركة تغيير في الدورة الدموية وخصوصا في منطقة الوجه ومنطقة الدماغ ومنطقة الجبهة. عملية إزالة للسموم هذه عن طريق الحركات المتواصلة، هذا طلوعا ونزولا وسجدات بشكل أسرع من منطقة الدماغ ومنطقة الوجه. عملية تنفسية أكثر لدخول الأكسجين بشكل أفضل عن طريق الحركات المتواصلة، وأهم حركة السجود، هذه حركات تنفسية بتعطيك أكسجين وبتطلع لك هاي السموم وبتوصل دورة دموية للشعيرات الدقيقة. احنا حكينا أهم شيء في البشرة وصحة البشرة الشعيرات الدموية اللي هي مع العمر بصير فيها انسدادات وبصير فيها عدم عمل بالطريقة الصحيحة. فالصيام
بيعمل عملية تجديد للأوعية الدموية وتنشيط للدورة الدموية مع الحركات الصلاة والحركات المتتالية. هذا بيوسع الشعيرات الدموية الدقيقة، فوجهكم بصير أحمر، يعني بصير دورة دموية أكثر، فبتصيروا تشعشعوا. هذا من ناحية. من ناحية تانية، فالصلاة معروف مهمتها، يعني لو نضلنا نحكي يوم كامل عن الصلاة ما بني فيها حقها. هلأ مع الصلاة طبعا صيام، يعني فيش مياه، يعني فيش رطوبة، يعني فيش ترطيب للكولاجين اللي في الجلد. فأجل حل عن طريق الوضوء 5 مرات في اليوم، انت بتمسح على الوجه، انت بتنظف المنخار، بتجهز الجهاز التنفسي انه ياخذ اكسجين اكثر، انت بترطب الجلد ومش بس الجلد، وبتعمل تحفيز للراس، للاعصاب، للذنين، للرقبه، وبتعطي مياه اللي هي المفروض تكون الشغله الوحيده اثناء الصيام. ما تحطوا شيء على وجهكم، ولا تحطوا اي سموم ولا اي كريمات، خلوا جلدكم يتنفس، واستخدموا فقط المياه اللي بتستخدموها عن طريق الوضوء 5 مرات في اليوم. وبدكم تكثروا، زيدوا حركات الغسل للوجه بشكل افضل. هذا بعطيك نضاره، وبعطيك رطوبه، وبعطيك اكسجين، وبعطيك انتعاش، وبعطيك تخفيف للالام، وتخفيف لحده الاحتقانات، وبعطيك افضل شيء راحه عصبيه لاعصاب الوجه. يعني سكب المياه والمسح، هذا تمارين للاعصاب، والاعصاب اساسيه في نضاره الوجه. يعني بدون اعصاب فيش عمل للدوره الدمويه، بدون اعصاب قويه اللي هي بتيجي من منطقة الرقبة. عشان هيك بنقولكم يعني التركيز في الحركات، مش احنا ما بنركز فقط على الجلد من برا لبرا ومن جوا حيلا، احنا بدكم تاخذوا بالاسباب. الاسباب اينا بنحكي لكم عنها للوصول لنظارة للجلد. فالوضوء اساسي لمنع الرطوبة والتسريع من النظارة والنظافة وازالة السموم عن طريق ازالة العرق هذا اللي بيطلع وبيكون متجمع من الغدد العرقية اللي هو كمان سموم. هاي السموم إذا إحنا أول بأول بنشيلها عن الجلد، إحنا بننظف الجلد وبنعطيه فرصة إنه يسحب سموم أكتر، يسحب سموم أكتر، مش السموم هذه تطلع للوجه وإحنا بدل ما نشيلها في المية بنروح بنحط عليها كريمات، بنحط عليها مش عارف إيش، فبنسكر المسامات هيك، ولا بنعطيش مواد غذائية. غلط، احنا خلي المسامات مفتوحة، استخدموا المياه فقط، المياه فقط لمرحلة الافطار. فالحركة هي اساسية، الحركة اللي موجودة في الصلاة، الحركة اللي موجودة في صلة الرحم في رمضان، وهي الحركات بتزيد بتزيد بتزيد، وكل عشان ربنا يشجعنا طبعا، لانه بدنا الفاعليه القصوى من هذا الصيام. احنا بنجوع، مش نجوع على الفاضي، بدنا ناخذ غير الاجر اللي هو بس عمليه تحفيز، بدنا ناخذ الشغلات الصحيه، بدنا ناخذ الشغلات الصحيه هذه اللي ممكن ناخذها عن طريق المرحله هاي اللي هي الصيام، اللي هي مجبرين بالترهيب والترغيب. ترهيب انه لازم نصوم، هاي من العبادات الرئيسية، عشان نتشجع أكتر، هاي حسنات، بس ما بناخد بعين الاعتبار الحسنات الصحية والحسنات العلاجية لكتير من المشاكل، وهاي كلها شغلات يعني مثبت علميا، ما حدا بيقدر يقول لا وليش وكيف. فهذه الأمور ممكن من خلالها تحصلوا على نظارة أكتر، تحصلوا على التخلص من التجاعيد وبشكل ملحوظ، والكل بلاحظ. يعني هاي شغلات وانت بتجيب نتيجة اخر 10 ايام من رمضان، يعني 20 يوم تبقى تجهز حالك وتنظف في البيت الداخلي، وتطرد هالسموم، وتحرك هالسموم، وتفتح هالمسامات، وتجوع حالك، وتزيد المناعة عندك، وتزيد كل الامور هذه، وبعد 20 يوم بتشوف النتيجة المشعة هذه. واكثروا من وضعيات السجود، وكثروا في الوضعيات السجود، وكرروها أكثر كمسلمين أو غير مسلمين، هاي الحركة ضرورية كمسلمين أو غير مسلمين. التوقف عن الشرب والأكل ضروري لتنظيف البشرة كمسلمين أو غير مسلمين. قبل الفطور بساعة من نروح نهرول في الطبيعة بالهواء الطلق مع الأشجار مع الهواء النقي،
مع درجة الحرارة الكويسة، مع أشعة الشمس وفيتامين دي اللي هو أساسي أساسي لصحة البشرة. هذه كلها العملية وبتعطينا أكسجين، المشي الهرولة بعطينا طاقة، بشيل السموم. انتوا ما تطلعوا بس انه بناخذ اكسجين عن طريق الحركة والتمارين التنفسية هاي اللي بتيجي تلقائيا. كل ما تحركنا كل ما كل شيء ارتفع في الجسم، الضغط بيرتفع، حركة القلب بترتفع، حركة التنفس بترتفع، حركة الامعاء بترتفع. وهاي هي رياضة قبل ما تكون خارجية، خارجية يعني للعضلات والعضلات الوجه والعضلات البطن والعضلات الرجلين، هي رياضة داخلية، داخلية كمان للعضلات الداخلية. ما احنا بنعرف انه العضلات الملساء بتشكل كل الجهاز الهضمي والقولون، العضلات الملساء بتشكل الجهاز الدوري كله والشرايين والقلب، العضلات الملساء بتشكل كل حركة الصدر من جوا والرئتين، هاي عضلات كمان، وهاي مع الحركة هاي العضلات بتقوى. يعني مع الحركة، الحركة أساسية في العلاج. هذا هو اللي بيجيب نتيجة كويسة في هالوصفات اللي بنعطيكم إياها. لما يكون في موضوع الحركة في الموضوع، يعني هيك أنا صرعت من توصيل كل هالمواد الغذائية اللي بدي أخذها وتخريج السموم. وهذا ما بصير بدون حركة، بدون هرولة، بدون تحريك. الحركة مش بس حركة داخلية ولا حركة خارجية، كمان هون بده حركة، الدماغ بده حركة، الأعصاب بدها حركة. وعشان هيك كمان ما انتسى الجانب الروحاني في رمضان اللي بتعرفه، جانب روحاني كتير بقراءة القرآن، جانب روحاني بالصدقات، جانب روحاني بزيارة الأقارب، بزيارة ذوي القربى، المحارم، جانب أخلاقي وروحاني بموضوع الصدقات. هذه كلها مجتمعة، هاي بتعطيك راحة نفسية، هاي بتزيد السيروتونين، هاي بتزيد الأدرينالين عندك في دماغك، هاي بتنشط الأعصاب، وهاي بتشلك كل الستريس وكل الضغط النفسي اللي هو أساسي في عمل التجاعيد، وأساسي في إنه الواحد يبين 20 سنة لورا مش 20 سنة لقدام. إذا كان عنده استرس قوي فهذا بيظهر على الوجه، الوجه والجلد بس هو مرآة، مرآة بتعكس الوضع الداخلي في دماغك والوضع الداخلي في الرئتين والوضع الداخلي في القولون. يعني ممكن نأخذ الجلد ك يحكي لنا شو اللي قاعد بصير في جسمنا. هلا اذا بدنا نغير وضعه، اذا بدنا نغيره داخليا، بدنا نغيره داخليا في دماغنا. وهذه كلها شغلات موجوده في الصيام وفي شهر رمضان. الصدقات لحالها بتعطيك فعاليه وبتعطيك هرمونات، هرمونات سعاده وهرمونات الاطمئنان، بتكفيك الصدقات انه هاي الهرمونات هي تحسن من وضعك النفسي، وتحسين وضعك النفسي والذهني هذا بيأثر على يعني 50% علاج لكل الأمراض اللي هو الوضع النفسي والراحة النفسية. إذا هاي كل العوامل توفرت، كل العوامل توفرت، بدكم تزيدوا طبعا، بدكم تركزوا على المياه قبل الفطور، بعد الفطور، أو المياه على السحور. بدكم تركزوا على الخضروات اللي فيها مياه الكتير، اللي نحافظ على الرطوبة قد ما نقدر، لأنه المياه أساسية للحرك والمياه أساسية لتغيير الجسم. بس ما بصير شيء إذا طلعنا قبل الفطور وحرولنا وعطشنا أكتر، ما احنا هيك حنشرب بعد ساعتين. هذا كمان تمرين لمناعتك، هذا عدم وجود مياه أو عطشان أكتر. اعطشوا أكتر بتكونوا صحيين أكتر، وهيك حتشربوا. وإذا بدكم في فترة الليل، إذا بدكم استغنوا عن المستحضرات هذه واعملوا بس الخلطة هذه اللي هي معترف فيها دوليا من الصحة العالمية، آمنة 100%. الخلطة بتحتوي على الكركم، ملعقة ملعقتين كركم، بتحطوا عليها مطحون السمسم، وبتحطوا عليها نص ملعقة من الفلفل، وبتخلطوها بشوية أفوكادو مع الكركم بس لعملية الترطيب. فصار عندنا كركم اللي هو الأصفر هذا اللي بنستخدمه في البيوت. إذا بدكم تأخذوه فريش، هاي عندكم فريش الله وكيلكم، تح بين الأيادي
هذا هو الفريش الكركم، اللون الأصفر هذا كله فيتامينات ومعادن، هاي اللي بدها إياها البشرة، وهذا متفق عليه. إذا اتفقنا الكركم ملعقة ملعقتين، بتضيفوا عليه الأفوكادو ملعقة ملعقتين، بتضيفوا عليه نص ملعقة من الفلفل، لأنه الفلفل الأسود مطحون بيزيد من امتصاص المواد الكركمين اللي موجود في الكركم على بشكل أضعاف مضاعفة. وبتحطوا هذه الماسك على وجهكم على شكل، وبتضيفوا عليها شوية زيت زيتون إذا بتحبوا، مطحون السمسم عشان فقط الترطيب. فهيك بتاخدوا على بوتاسيوم ومغنيزيوم، ماغنيزيوم وصوديوم والعناصر المعدنية هذه اللي بحاجة لإلها البشرة والأعصاب والدورة الدموية في منطقة الوجه، اللي هي هاي الثلاث عناصر لازم ندير بالنا عليها. فهذه الوصفة بتحطوها ربع ساعة نص ساعة، أو بتحطوها بتصيروا تعملوا مساج وانتوا حاطينها على عضلات الوجه، وهيك بتغسلوا وجهكم. وبنتمنى لكم دائما يكون وجهكم منور ودائما يكون مشع برمضان وغير رمضان. هلا عشان يشع الوجه من جوا من برا، لازم في الاول يشع من جوا. في عنا الرئتين، في عنا الكولون، في عنا البطن، في عنا الحركة ما تستهينوا فيها. الحركة هذه وصفة 50% من العلاج بيكون بسببها، اللي هي الحركة 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 بس. طبعا العلاج والشفاء بيد الله، بس احنا بنوجه طبعا النظام للعلاج ولنظارة البشرة ما هو موجود، انا بس بفسر ليش وكيف تستغلوه بشكل كويس. وطبعا مدام صايمين مدام فيش ممنوعات بتيجي، بس خففوا من الممنوعات هذه المعتادة بعد الفطور. الممنوعات المعتادة الزيوت المهدرجة اللي بنستخدمها للقلي، المعلبات، السكريات. هاي الثلاث شغلات خففوا منها قدر الإمكان. والشغلة الرابعة الشحوم النساء يخففوا منها بشكل أكبر من الرجال، لأنه النساء عندهم كتير من الشحوم وما بدنا شحوم أكتر. الرجال بحاجة بدنا طاقة، فالشحوم خففوا منها. يعني اللحوم مرة مرتين في الأسبوع كفاية، وهيك بتضمنوا بشرة كويسة. تحياتي لكم.